بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نواصل في سلسلة دروس عن بعد. اليوم رانا في مادة الإلكتروتكنيك فوندامونتال 1 pour les licences deuxième année électromécanique, génie industriel, même automatique, électronique, électrotechnique, à deux années, par le même module ou le même programme تاع ministère. بعد ما شفنا le premier chapitre المتعلق بالcircuit monophasé ou شفنا le troisième chapitre sur le circuit magnétique ou التقديم والتأخير هذا درتو عمدا لأنه كنت حاب نضمن تقراو circuit magnétique ولك فاني الوقت نتطرق للتريفازي. اليوم وصلنا لو شابيتر المتعلق بالسيركوي تريفاز. في هذا لو شابيتر هذا عندنا مجموعه نقاط لازم نتعلموها ونتطرقوا ليها. دونك لو بلان دو كور تاعنا راح يكون كما يلي. اول حاجه نمدو مقدمه، ثم نهضروا على لا كونستركسيون دي سيستم تريفازي، كيفاش نشكلوا هذا لي سيستم تريفازي. فيهم دو تيب دو كوبلاج، عندنا لو كوبلاج او مونتاج اون ايتوال، وعندنا لو كوبلاج اون تريونغ. من بعد نروح نشوفو لا ترانسفورماسيون اونتر لي دو، كيفاش نروحو من تريونغ لايتوال وكيفاش نروحو من ايتوال فير تريونغ. ثم نشوفو حاجه مهمه هي لا ميزور دو لا بيسونس اكتيف اون تريفازي، لاجال يعني القياس تاع لا بيسونس مهم جدا. وعندنا عده طرق، كاينين نذكروها كاينين ما نذكروهاش بصح، لكن تلقاوها في لا دوكيومونطاسيون. ومن بعد كي العاده نعطي لكم ان ترافاي افير باش نشوفوا درجه الاستيعاب تاع الدرس هذا. نذكر انه الكور هذا تلقاوه على الموقع اللي راهو في الاسفل تحت، تلقاوه في الموقع هذا، تلقاو الدرس هذا سوسيت فورم يعني باوربوينت، وتلقاوه على شكل بي دي اف، وايضا تلقاو مجموعه من التمارين محلوله في الموقع هذا. اذا على بركه الله ننطلقوا في هذا لو شابيتر. اذا اول حاجه قلنا مقدمه، نبداو دي ديفينيسيون. واش معناه سيستم تريفازي؟ سيستم تريفازي معناه عندي 3 غروندور سينوزويدال، 3 grandeurs sinusoïdales forment un système équilibré. 3 grandeurs sinusoïdales échecloulent un système équilibré. Si elles sont, elles ont la même valeur efficace et si elles sont régulièrement déphasées entre elles de 2π sur 3. Et donc, 3 grandeurs sinusoïdales échecloulent un système équilibré. في حالتين اذا تحققوا شرطين، الشرط الاول عندهم لا ميم فالور افيكاس، الشرط الثاني فرق الصفحه بينهم، فرق التطور لو ديفازاج بين كل غروندور اي غروندور يكون هو 2 بي سور 3. مثلا عندي 3 كورون، لو ديفازاج بينهم كلهم هنا عندي 2 بي سور 3، هنا عندي 2 بي سور 3، وهنا عندي 2 بي سور 3، و لافور افيكاس تاعهم الي لا ميم. دونك يخرج لي سو فورم يعني فورم انستونتاني، سو فورم انستونتاني تجينا هذا لا فورم. هذه عندنا لو روج لو نوار و لو غري، عندي 3 فاز. كي نكتب ليكواسيون تاعهم لا فورم اورير تاعهم، عندي نشوفوا بلي هنا بين هذه وهذه عندي 2 بي سور 3، وبين هذه وهذه عندي 2 بي سور 3، وعندهم كلهم لا ميم فالور افيكاس. اذا هذا هو هذو هما واش معناه 3 غروندور سينوزيدال فورم ان سيستيم ايكيليبري سي الزون لا ميم فالور افيكاس اي الزون ريغولير سون ريغوليرمون ديفازي اونتر ال دو 2 بي سور 3. علاش نروحو للسيم تريفازي؟ علاش ما نخدموش مثلا، واش اللي يخلي موتيفينا باش نروحو للسيم تريفازي؟ علاش ما نخدموش بالمونوفازي؟ علاش لو تريفازي اكزيست اصلا؟ دونك هذا هو الجواب اللي راح نجاوبو عليه في هاد لا سيكسيون موتيفاسيون. دونك لي زافونتاج دو سيستم تريفازي بارابور ان سيستم مونوفازي سون لي ماشين تريفازي اون دي بويسونس دو بلوس دو 50%
supérieure aux machines monophasées de même masse et donc leurs prix sont moins élevés. Donc, il y a deux machines. بنفس الحجم بصح في تري فازي تكون عندها اون بويسونس كبيره على لا ماشين مونوفازي دونك مادام لا ميم كونسيبسيون تقريبا نفس الحجم دونك تقريبا لو ميم بري بصح عندي لو بور لو ميم بري عندي اون غروند بويسونس دونك من الناحيه الاقتصاديه رجعنا لتري فازي افضل لو دوزيام بوان لو ترونسبور دينيرجي لي بيرت كي تبعثها مثلا الانرجي اللي تبعثها من الصونار الغاز من لا ستاسيون مثلا ليزين عندك لي بيرت لو كان تبعث بتري فازي لي بيرت يكونوا اقل من لوكا تاع المونوفازي دونك هذا سي ان اوتر افونتاج دونك نشوفو لو دوزيام بوين اللي هو لا كونستركسيون دي سيستيم تري فازي لا كونستركسيون دي سيستيم تري فازي اليوم اول حاجه راح نشوفو لو كوبلاج ايتوال من بعد في فيديو واحد اخر نشوفو لو كوبلاج تريونكل هكذا الفيديو ما يكونش طويل بزاف نقسموهم على دي بارتي اذا هاوليك لو كوبلاج ايتوال واش معناها عندي تروز امبيدونس كوبلي سو سيت فورم هذه معناه عندي ان بوين كوما بيناتهم ومن بعد يبقاو تروز اكستريميتي ليبر كل وحده فيهم تروح لاون فاز Remarquez بلي في ان كوبلاج ايتوال عندي دو تيب دو طونسيون عندي هاد لي طونسيون اونتر فاز اي فاز اونتر لا فاز 3 اي 1 اونتر لا فاز 1 اي 2 اي اونتر لا فاز 2 اي 3 وعندي دوتر تيب دو طونسيون بون هادو سموهم لي طونسيون اونتر فاز سموهم لي طونسيون كومبوزي وعندي هنا دوتر تيب دو طونسيون سموهم لي طونسيون سامبل يكونوا اونتر لو بوين نوتر هنا وين يشتركوا هاد لي زيكستريميتي تاع تروز امبيدونس عفوا وعندي اي اونتر لا فاز دونك هنايا اونتر لا فاز لو نوتر سموهم لي طونسيون سامبل وعندي ان سول تيب دو كورون لي كورون دو لين اللي يجوا من لا فاز ويدخلوا في لامبيدونس تاعنا اذا هادو نسموهم لي طونسيون كومبوزي سون طونسيون اونتر دو لين لا اونتر دو فاز عندي لي طونسيون سامبل لي في هادو سموهم لي طونسيون سامبل هما طونسيون اونتر اون لين معناها اونتر اون فاز اي لو بوين نوتر هذا سموه لو كورون دو لين عندي لي كورون دو لين نشوفو دوكا نابليكيو لا لوا دي مايل ولا لوا دي نو سور لو كوبلاج ايتوال تاعنا دونك شوفوا معايا نجي ندير لوا دي مايل هاي اون مايل هذه سيت اون مايل هذه سيت اون مايل وهذه سيت اون مايل دونك عندي تروا مايل نابليكي عليهم لوا دي مايل ندير لا بروميير هنا ندير لا سوم دي طونسيون تيغال ا زيرو دونك U N 2 موان V 1 بلوس V 2 تيغال ا زيرو دونك هذه لا بروميير مايل La deuxième maille, on dit U23 moins V2 plus V3 est égal à 0. La troisième maille, on dit U31 moins V3 plus V1 est égal à 0. Donc, on a appliqué la loi. Mais fait de la loi des mailles, on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit la relation entre les tensions composées et les tensions simples. إذا كان قدرنا نخرجوا هذا لا رولاسيون نقدروا نستعملوها غدا ان شاء الله دونك اون فوا عندك لي تونسيون كومبوزي تقدر تعرف لي تونسيون سامبل والعكس دونك هنا نقدر نقول باللي U N 2 يساوي V 1 موان V 2 U 3 2 ندي هذا من النات تولي V 2 موان V 3 U31 يساوي V3 موان V1 دونك راني لقيت اون سيرتا رولاسيون بين لي طونسيون كومبوزي اي لي طونسيون سامبل دو لو دياغرام دو فرينيل دو طونسيون دي طونسيون كومبوزي اي لي طونسيون سامبل دونك هنا نقدر نرسم هذا الجمع الاشعاع نقدر نديرو تبعوني مليح هنا واش عندي U12 موان V1
plus V2. هنا U2 3 moins V3 plus V2. عفوا U2 3 moins V3 plus V2. وهنا عندي U3 1 moins V3 plus V1. Moins V3 plus V1. وهنا moins V3 plus V2. Bien sûr, la somme des trois tensions, on a un peu de temps. J'ai U1, 2, plus U3, 1, plus U2, 3, est égal à 0. On a V1, plus V2, plus V3, est égal à 0. هذه هنايا كيف كيف لانه نقدر هذو لي 3 فيكتور المجموع تاعهم يساوي الصفر لو نجيب هذا هذا نرسمه هنا وهذا نرسمه هنا دونك كيف كيف يجيني مثلث والمجموع يساوي الصفر لانه يجيني حاجه سيركل فيرمي اوكي تيغال ا زيرو دونك نشوفوا لا لوا دي نو ابليكينا لا لوا دي ماي باش نلقاو اون سيرتين ريلاسيون mais les tensions composées et les tensions simples, donc là, je vous fais la loi des nœuds. On dit un seul nœud, là, l'it la gaufie du courant. La loi des nœuds, vous voulez la somme du courant, le nœud est égal à zéro. Ou là, la somme du courant entrant, c'est la somme du courant sortant. On dit trois courants entrants. Il dit I1 maintenant, hop, il trouve là, là. Il dit I3. ويدخل لهنا يجي اي 2 من هنا يجي اي 2 من هنا ويدخل لهنا دونك واش راح تكون عندي راح تكون عندي اي 1 بلس اي 2 بلس اي 3 ايتيغال ا زيرو دونك نشوفوا لا لوا دوم لا لوا دوم هي الا تشوفوا في المونوفازي قلنا هي لا ريلاسيون اونتر لا تونسيون او بورن دو لامبيدونس اي لو كورون كي ترافيرس لامبيدونس دونك بالنسبه لامبيدونس زاد 1 راح تساوي V1 لا تونسيون او بورن دو سيت امبيدونس هنا ماذا بيا دونك نتوقف عندها ونشرحها مليح ان شاء الله نفوت نهضرها بعد نزيد نشرحها افضل هنا واش عندي عندي لا تونسيون او بورن دو لامبيدونس Z1 تساوي Z1 فوا لو كورون كي ترافيرس Z1 دونك تجيني هكذا و لا ميم شوز بالنسبه لي زوتر برونش بالنسبه لا برونش ان 2 بالنسبه لا برونش ان 3 هنا دوك لازم تفهموا لي حاجه لا لوا دوم تربط بين شيئين بين لا طونسيون او بورن دو لامبيدونس اي لو كورون كي ترافيرس لامبيدونس دونك لازم هذه دائما تحطوها في راسكم بزاف ناس يغلطوا ما شاء الله كي نديروا تريونغل يولوا تلف لهم يخلطوا انت لا انت تقبض دائما تقبض لامبيدونس تاعك وكي تقبض لامبيدونس تشوف الـ تشوف الـ لا طونسيون اون بور دو سيت امبيدونس تديها ديرها ايغا تساوي لامبيدونس فوا شنو فوا لو كورون كي ترافيس لامبيدونس دونك عمرها ما تخليها تلف لك هذا هو المبدا والصالح كلكو سوا لو سيستم اللي حتريتيه دونك نشوفو لا كونفيغوراسيون باسكو حنا عندنا على بالكم عندنا دو كونفيغوراسيون معناها عندنا دو سيكونس عندنا لا سيكونس ديريكت سموها 1 2 3 وعندنا لا سيكونس انفيرس 3 2 1 وهذه تنفع وين تنفع لما تنفرسي دو فاز لما تنفرسي دو فاز يتغي لو سونس دو روتاسيون دو موتور دونك هو هنايا باش تشدوها في راسكم تشوفوها مليح لا سيكونس هنا تلعب على اليمين تلعب على لو ديفازاج لا سيكونس راح تلعب على لو ديفازاج هذا هو التاثير نتاعها دونك كي نقولو سيكونس ا بي سي ولا سيكونس سي بي ا سما 1 2 3 ولا 3 2 1 الفرق الوحيد بيناتهم هو في لي ديفازاج ولي ديفازاج هو يعطوا لي معلومه وغدوه ان شاء الله في التمارين ولا في الامتحانات مباشره لما يقول لك سيكونس ديريكت ولا سيكونس ا بي سي ديريكتومون راك تعرف لي ديفازاج في راسك دونك سي تي دوني انديريكتومون كي يعطيك لا سيكونس دير في راسك باللي عطالك عطالك لي ديفازاج اذا نروحوا لا سيكونس ديريكت هذه هي لا سيكونس ديريكت لو تريونغل دي طونسيون
dans le cas d'une séquence directe, sera représenté par cette forme. Ou d'aimen yibqa hakda. Amro ma yitbeddel thabit. Ou le triangle hada, rah nkharjou ga les déphasages ta les grandeurs ta'na. Ma tensaouch anno les grandeurs ta'na sont des nombres complexes. Ki ngoulou nombre complexe, ma n'ando un modu et un argument. N'ando tawila ou l'umda. Ou l'umda hiya déphasage. L'argument ta'na le nombre complexe ou le déphasage. Donc, nta, hnaya, rah n'atoulkoum des nombres complexes. احيانا نعطي لك غير لو مودول ونعطيك لا سيكونس كي نعطيك لا سيكونس شو نعطيك لك العمده تاع لي نوب كومبلكس هذوك دونك انت مباشره تقدر تستنتج لو ديفازاج اللي هو لارغومون دي نوب كومبلكس ا بارتير دو لا سيكونس اذا شوفوا معايا ملي حاولوا الزيرو تاعنا هذا هو ندوه كوم ريفيرونس دونك الاي دو 3 هو ندوه لاطونسيون دو ريفيرونس معناه لارغومون تاعو يساوي الصفر هو لو زيرو لارغومون تاعو ايتيغا ا زيرو Le cas de chauffe UN2, donc U2-3, le déphasage est toujours 0, la séquence directe. Même la séquence indirecte, je vais dire à la collègue. Ça, on a donc la séquence directe. Le cas de chauffe UN2, il y a un choua U2-3, il y a la référence, ou un choua UN2. Vous avez un choua UN2, 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 vous avez Donc, plus 120. C'est U1-2. Et le U3-1, c'est ce qui est le plus important. Le zéro qui est le zéro qui est le plus il y a moins 120. Donc, le U3-1, c'est U3-1, moins 120. Donc, c'est le déphasage. Une fois, il y a une séquence directe, quelle que soit la valeur. Vous pouvez vous financer, quelle que soit la valeur. هذو عمرهم يتبدلوا في لا سيكونس ديريكت توجور عندك 120 0 موان 120 دونك نروحو نشوفو لي طونسيون سامبل هذو هضرنا بور لي طونسيون كومبوزي دونك لازم نشوفو لي طونسيون سامبل كيف كيف لا ريفيرونس تاعنا هذه هي هذا هو الزيرو تاعنا دونك لو كان نشوفو في ان يدير 90 درجة دونك في ان دايما لارغيومون تاعو ولا لو ديفازاج هو 90 ديغري لو كان نشوفو الفي 3 الفي 3 هذا هو من ناحية لهنا معناه بين الزيرو والشعاع كالعادة دونك عندي 210 الفي 2 تقدر تجيه منا دير 330 كيما تقدر تجيه منا دير موان 30 إلا رحت هكذا دونك عندك 90 و 220 و 120 دونك تجيك 330 أو تهبط منها ديريكتومون ديرها ديرها موان 30 دونك هذه هي لا كونفيغوراسيون تاع لو سيستيم تريفازي بور اون سيكونس ديريكت هذه لازم ديما تحطوها في راسكم وتخلوها في راسكم اون فوا يقولك سيكونس ديريكت ديريكتومون عندك هذا لا كونفيغوراسيون هذه كالكو سوا لي فالور هذه في ان في دو اون ان دو اون ان تروا اللي يبقى هذوك يتغيروا بصح لي ديفازاج 120 0 من 120 يبقاو ثابتين dans cette configuration, dans cette séquence هذه 1, 2, 3 donc on va voir la séquence inverse, indirecte on a 3, 2, 1 avec la configuration que je vais tourner quand on remarque qu'il y a une différence le triangle est connu le fog la séquence directe ou le triangle est connu l'asphal la séquence indirecte لا ريفيرونس تاعنا ديما تكون في الزيرو هنايا دونك اي دو 3 عمره ما يتبدل كيما راكم قبيل ان 2 يولي للتحت كيما راكم تشوفوا ان 2 يولي للتحت دونك يولي موان 120 و اي 3 اي يولي هو اللي طالع الفوق يولي بلوس 120 دونك واش صرا تنفرساو ان 2 و اي 3 ان هذو اللي تقلبوا وهذا واش قلت لكم كي تنفرسي دو فاز تنفرسي لو سونس دو روتاسيون دو موتور كي تفهم لي لا سيكونس اليوم تفهم علاش كي تنفرسي دو فاز يتبدل لو سونس دو روتاسيون دو موتور وهذا هو المبدا اللي نستعملوه بور شانجي لو سونس دو روتاسيون نغيرو لي سيكونس كي نروحو نشوفو لي طونسيون سامبل الزيرو تاعنا دائما هو في لوريزونتال دونك الفي ان تولي ناقص 90 للتحت هذا هو يدير 90 درجه بصح للاسفل دونك موان 90 الفي 3 عندك 90 عندك عفوا عندك لو 30 باسكو هذه 120
تنحي لها 90 تبقى 30 30 و 120 ديك 150 اذا في 3 يدي بلوس 150 وال في 2 يدي 30 لانه هذه 120 نحي لها 90 تبقى لنا 30 والفي 2 يدي بلوس 30 اذا هذه هي لا كونفيغوراسيون تاع لي ديفازاج لا تاع لي زارغيمون دي غروندور هذا طونسيون سامبل اي طونسيون كومبوزي بور لو كا دون سيكونس انديريكت وعمرها ما راح تبدل عمرها ما راح تتغير هذا لا كونفيغوراسيون هذه اللي تبدلو هي لا فالور افيكاس برك تاع لي طونسيون دوكا راح نشوفو لا بويسونس dans le cas d'un couplage étoile. صح. لاحظوا معايا مليح هذا المبدا نرجع واش فهمتكم قبيل. لو كان نشوف l'impédance زاد 1 elle consomme une certaine puissance. La puissance consommée par l'impédance زاد 1 l'origine تاعها شكون هو؟ هو la tension de l'impédance زاد 1 et le courant qui traverse زاد 1. Donc نخدم entre V et I de l'impédance L'impédance Z1 rahi alimentée par une tension V1 ou traversée par un courant I1. Donc, nous avons les deux grandeurs. Et dans la branche 1, la tension P1, la puissance active, bien sûr, nous avons rapidement, parce que nous avons maintenant, nous avons fait le monophasé, les puissances, nous avons fait le monophasé. Mais la puissance active, nous avons fait comme V1, I1, cos V1. Ou la puissance réactive va être Q1 tout ça, oui, V1, I1, sinus V1. La puissance apparente, il y a un nombre complexe. Ou là directement le produit entre V1 et I1. Pour chaque branche, on dit la même chose. Chaque impédance, elle consomme une puissance active, réactive et apparente. Donc, bien sûr, la puissance totale, ou le majmou, est en fait la Donc la puissance active totale est la somme des puissances actives consommées par chaque impédance. Ou la même chose, pour la puissance réactive, il y a la puissance réactive, il y a la somme des puissances réactives consommées par chaque impédance. Quitte le hack de la puissance apparente, attention, mais il dit les puissances apparentes sont des nombres complexes, donc les intégrer des nombres complexes. Qui va intégrer un nombre complexe, intégrer les parties réelles wahedom, intégrer les parties imaginaires wahedom, thumma tahseb le nombre complexe total. Donc on chauffe. Donc, تبعوني مليح ايوا كي تحب تحسب لا بيسونس اكتيف توتال كونسومي بار اون شارج تريفازي كوبلي اون ايتوال دير لا سوم دي بيسونس اكتيف بور لا بيسونس رياكتيف دير لا سوم دي بيسونس رياكتيف كونسومي بار شاك امبيدونس بصح كي تلحق لا بيسونس ابارونت لازم دير سون فيكتوريال هادو سون دي سكالر جمعناهم عادي هنا لازم دير سون فيكتوريال كيفاش دير سون فيكتوريال تدي لي بيسونس اكتيف تجمعهم وحدهم زائد جي لو نوم كومبلكس لا سوم دي بيسونس رياكتيف دونك رياليتي هي بي توتال بلس جي كي توتال دوكا على بالكم باللي لو كوبلاج عندي 3 تيب عندي 2 تيب نقدروا نقولوا 3 بصح نقولوا 2 يقدر لو كوبلاج تاعني كي ريبريزونت سيستم ايكيليبري ويقدر يكون نو ايكيليبري دونك نبداو بالايكيليبري واش هو واللي بيان سور اذا ما كانش ايكيليبري دونك راهو ديزيكيليبري الا فهمنا ليكيليبري نعرفو فاسيلمون واش معناه ان مونتاج ديزيكيليبري اون دي كون شارج تريفازي اي ايكيليبري سي ال فورني دي كورون دو ميم امبليتود اي دو ميم فاز سور لي 3 فاز سو سي ني بوسيبل كو كون لي امبيدونس دو شارج سون لي ميم سور لي 3 فاز دونك باختصار ان سيستيم تريفازي ايكيليبري معناه عندك 3 امبيدونس ايدونتيك إذا كان عندك لي 3 امبيدونس سون ايدونتيك دونك عندك ان سيستم ايكيليبري باختصار تشوف دائما تروح ديريكتومون لي امبيدونس اسكو راهم ايدونتيك إذا كان عندك 3 امبيدونس ايدونتيك يتسمى سيستم ايكيليبري لو كا هذا كيما لي موتور فيه 3 امبيدونس 3 بوبين ايدونتيك لو ترانسفورماتور تريفازي في البريمير عندك 3 بوبين ايدونتيك دونك كاين بزاف حالات وكثيرة جدا وين يكون عندنا ان سيستم ايكيليبري وكاين ديكا وين يكون عندنا ان سيستم ديزيكيليبري سوا هو ان كان ناتورال موجود سوا بسبب ان ديفو ايماجيني تحرك لك ان نومبر دو سبير في اون بوبين
دونك ما توليش كيما خاوتها، ما توليش ايدونتيك، دونك ندخلو في ان سيستم ديزيكيليبري. لي كونسيكونس تاع ان سيستم ايكيليبري، اذا كانوا عندك تروا زامبيدونس ايكيليبري، دونك راح يكونسومي لو ميم كورون، دونك عندك لي تروا كورون ايدونتيك. ومادام يكونسومي لو ميم كورون، دونك راح تكون عندهم لا ميم تونسيون، لي ميم زامبيدونس، لي ميم كورون، دونك لا ميم تونسيون. وكيف كيف لي تونسيون كومبوزي راح يكونوا ايدونتيك، لو ديفازاج يكون ايدونتيك على جوا لارغيومون تاع الامبيدونس. ومادام لي زامبيدونس سونت ايدونتيك، دونك لارغيومون راح يكون نفسه. ولو كورون نوتر يكونو بيان سور لا سوم دي كورون سي صفر، لو كورون نوتر يكونو على جال ماكا حتى كورون زايد يخرج على المألوف. دوكا نحاولوا اخواني، كنا حنا الى تشفاو خرجنا علاقه اونتر لي تونسيون سامبل لي تونسيون كومبوزي، كنا يو ان مثلا يو ان 2 تساوي في ان مون في 2. دوكا واش راح نديرو؟ نحاولوا نلقاو هذيك العلاقه بور استيم ايكيليبري، يعني بين بلي الامور راح تسامبليفي. تابعوني، ندي المثال تاع U2 3 مثلا، اللي راح يساوي V2 موان V3. إذا كان عندي سيستم إيكيليبري، شوفوا معايا مليح، V2 يساوي V3، دونك راح يجي عندي مثلث متساوي الساقين، راح يجي لي مثلث متساوي الساقين، ومجموع زوايا مثلث 180، مجموع زوايا مثلث راح يكون 180. اذا تخيلوا معايا اخواني، هذه 30، هذه 30، هذه راح تكون 60. خي هكذا 30 و 30 تجيني 60، على 180 شحال تبقى؟ تجيني 180 شحال؟ 60 زيد لها 60 120 زيد لها 40. المهم هنا 30 وهنا 30، واش راح ندير اخواني؟ ايماجيني ندير المنتصف، ندير الميليو هنا، لو كان نرسم، لو كان نهبط لو تري هذا هنايا، نطيح في لو ميليو. دونك نخدم غير نخدم غير بلو تريونغل هذا مثلا، واش يولي؟ يولي هذا الوتر، وهذا المجاور، وهذه الزاويه تاعي. دونك نقدر نكتب كوسينوس 30 واش يساوي؟ نقدر نكتب كوسينوس 30، نقدر نكتب يو سور 2، علاش؟ ناحيه لي زانديس على جال الكاميرا ايدونتيك، ما تنساوش. دونك ما كلا نكتب في 3 ولا او 2 3 باسكو نفسهم. دونك نعرف لي كوسينوس 30، الكوسينوس واش يساوي؟ يساوي المجاور على الوتر، المجاور على الوتر. اذا او سور 2 هذا راح يساوي في كوس 30، و كوس 30 يساوي راسين 3 سور 2. دونك او سور 2 راح تساوي في فوا راسين 3 سور 2. نقدر نختزل 2 مع 2، تبقى لنا U تساوي راسين 2 3 V. وهذه لا رولاسيون اونتر تونسيون كومبوزي اي تونسيون سامبل بور لو كا دو سيستيم ايكيليبري، ان مونتاج ايطوال، هذا لو تريونغل ما فيهش. وهنا تفهموا علاش كي يعطولكم مثلا كونتور تري فازي في دياركم، يعطي لك 380، يعطي لك 4 فيل، يقول لك عندك 380 اونتر لي فاز، باين معناه اونتر U1 2، راه يعطي لك U1 2 اونتر فاز، U3 1 هذيك 380، ويقول لك يا ودي بين الفاز ونت عندك 120، علاش عندك 120؟ على جال 380 سور راسين دو 3، 380 سور لا راسين دو 3 تعطي لك 220، على جال هنايا نقدر نكتب V تساوي U سور راسين دو 3. على هذيك لي كيد كي هما في الحقيقة راهم يعطولكم كونتور تري فازي، بصح لو كوبلاج الداخل راهو كيفاش؟ راهو إيطوال. دونك اونتر دو فاز اللي هو الاو يكون 380، و اونتر الفاز والنوتر اللي هو 220، هذاك هو هذيك لا طونسيون سامبل. وكاين عندك ان سيستيم ايكيليبري، سون اتراك تعطي لك سيستيم عفوا سون الغاز تعطي لك سون ايكيليبري، راح تجيك 380 سور راسين دو 2 تجيك 220. دونك نقدروا نسامبليفيو حاجه، اذا كان ان سيستيم ايكيليبري دونك لي 3 بيسونس ايدونتيك، دونك في الحقيقه عندي 3 فوا لا بيسونس، باسكو انا نجمع بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3، بصح مادام لو ميم كورون، لا ميم طونسيون، لو ميم ديفازاج، دونك راح تجيني في 1 اي 1 كوس في 1 بلس في 2 اي 2 كوس في 2 في 3 بي 3 كوس في 3 كاع ايدونتيك، دونك عندي 3 فوا وحده فيهم، دونك نقدر نكتب بي تساوي 3 في اي كوس في. سوبوندو حنا على بالنا بلي الفي واش يساوي؟ الفي هذا يساوي او سو راسين دو 3، دونك نقدر نبلاصيها لهنا ونختزل 3 مع راسين دو 3 تبقى لي راسين دو 3 او اي كوس في.
La même chose بالنسبة à la puissance réactive. La puissance réactive, on dit 3 Q1, Q2, Q3, donc on dit 3 fois Q. Donc 3 VI sinus V. On a dit V, on a dit U sur racine de 3, on a dit 3 mais racine de 3, on a racine de 3, U et sinus V. بالنسبة à la puissance apparente, donc on dit U1, U fois I, V fois I à fois, 3 fois. ولا حبيت نخدمها بالU دونك V هي U سر راسين دو 3 ونختازل جيني راسين دو 3 U فوا A هادو صالحين غير في لو كاد دان سيستم إيكيليبري ما تقدرش تستعملو في ان سيستم نو إيكيليبري هادو واش عطيت لك الآن صالحين غير بور ان سيستم إيكيليبري دونك نشوفو لو مونتاج ديزيكيليبري لو مونتاج ديزيكيليبري راح يكون إذا كان عندك لي 3 إيدونتيك عفوا لي 3 إمبيدونس نو سون با إيدونتيك وحده فيهم برك ما تكونش تساوي زوج الاخرين راك خرجت من سيستم ايكيليبري دونك لي طونسيون كومبوزي بقاو متساويين باسكو تمدهم صون الغاز مثال تاع الدار يجيك ريزو 380 ما تقدرش تبرتيربيه نتايا تقدر بصح ما عندكش القوه باش تبرتيربيه باسكو دار صغيره فهمتوني دونك لي طونسيون كومبوزي بقاو متساويين ا باز دو لا سورس تاعك ايكيليبري بصح لا شارج نتاعك ماشي ايكيليبري الدار ماشي ايكيليبري كل جهه واش وحده فيها موتور وحده فيها ماشينه لافي الاخرى فيها دونك ماهيش ايكيليبري بصح لا سورس الي ايكيليبري لي طونسيون سامبل ما يكونوش ايكيليبري باسكو يدخلوا فيها لي زامبيدونس هذا واش كنت نحكي لكم هذا وين دونك كل جهه باش راهي ماليمونتيا دونك لي زامبيدونس ماشي كيف كيف لي طونسيون كومبوزي بقاو كيف كيف بصح لي طونسيون سامبل ما يكونوش كيف كيف لا رولاسيون هذه ني بلو فالابل غير صالحة هاد لا طونسيون هاد لا رولاسيون هادي غير صالحة تستعملها غير بور لو كاد ان سيستم ايكيليبري لي كورون دو لين ما يكونوش كيف كيف ماشي لي تروا امبيدونس ماهمش ايدونتيك دونك ما يبسوربيوش لو ميم كورون ما يجبدوش ما يكونسوميوش لو ميم كورون من ريزو دونك لي كورون ما يكونوش كيف كيف لي رولاسيون كتبت لكم قبيل كلهم ما يصلحوش ما تقدرش تكتب 3 في اي و 3 ما تقدرش ما تقدرش ماهمش كيف كيف باش تقدر دير 3 فوا ماهمش ايدونتيك باش تقدر دير 3 فوا الاخرين كانوا ايدونتيك دونك 3 فوا تريبيتا ثلاث قطرات ندير 3 فوا صح دوكا نشوفو مونتاج ديزيكيليبري افيك فيل نوتر دوك نخرجو ان فيل هو ديزيكيليبري بصح نخرجو فيل نوتر دون سو كا لي تروز امبيدونس ديما ما يكونوش كيف كيف مادام ديزيكيليبري ما يكونوش كيف كيف لي طونسيون كومبوزي بكم ديما يبقاو كيف كيف اون كونسيديرون بلي الريزو تاعك اللي تمدو لك صوبان الغاز يكون ايكيليبري هنايا بسبت وجود فيل نوتر لي تروا طونسيون سامبل يتيكيليبراو في بعضها على هذاك لو فيل نوتر راح ياكل ان كورون ينقصو بحيث انه يبقى يدور ان كورون يعطينا لا ميم لي ميم طونسيون توجور هذه ماشي صالحه هذه صالحه الا في لو كا تاع سيستم ايكيليبري ولي كورون دو لين ما يكونوش كيف كيف باينه ماشي لي ميم زامبيدونس ماشي لا ميم كونسوماسيون دو كورون وهذو ما همش صالحين اذا عندي طرواكا عندي ان سيستم ايكيليبري عندي سيستم نو ايكيليبري عندي سيستم ديزيكيليبري اون بريزونس دو فيل نوتر عفوا غلط سمحوا لي برك سيستم ايكيليبري سيستم عفوا سيستم سم عاودوا ركزوا معايا مليح هنايا سيستم ديزيكيليبري افيك فيل نوتر لا رولاسيون هذه الي فالابل نقدروا نستعملوها دونك هذه الي فالابل دون دو كا سيستم ايكيليبري او ديزيكيليبري بصح كاينه في النوتر اذا كان ديزيكيليبري سون في النوتر ما تصلحش اذا كان كاينه في النوتر تصلح اذا كان ايكيليبري تصلح دونك هذه هي واش لازم تشفاو عليه دونك هنا عندكم ان اكزومبل يقول لك كالكولي لو كورون دو لين dans le système étoile-étoile à trois fils de la figure. Hakda. Donc, حنا ان شاء الله بالك نديرو ليكزومبل هذا ونحبسو باسكو الفيديو على بالي جا طويل شويه. والمره الخطره الجايه نتريتيو لو كا تاع لو كوبلاج تريو. اذا في ليكزومبل هذا لاحظوا معايا هام ليك لي زامبيدونس تاعي عندي 3 زامبيدونس ايدونتيك عندي 3 زامبيدونس ايدونتيك مادام لي تروا زامبيدونس سونت ايدونتيك دونك عندي ان سيستم ايكيليبري هذه الحاجه الاولى
هذا عفوا ما فقتش هنا واش كاين. المهم كاين هذه ايهاب ايدونتيك دونك الهضره تبقى نفسها. انا ما فقتش الزاد سي هنايا، عندي زاد ال وعندي زاد سي، دونك عندي زاد تاع لا لين دونك بعد نفهمكم فيهم كاش نهار. لانه انت مثلا عندك بين 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 صون الغاز والمصنع، اي ماشي صون الغاز، بين لا ستاسيون والمصنع، بين لا ستاسيون والمصنع عندك خط، عندك خط كهربائي. هذاك الخط الكهربائي يكون طويل بزاف تكون عنده اون امبيدونس، عنده مقاومه، عنده ممانعه في الحقيقه ماشي مقاومه. اون سيري مع لا شارج اللي ياكلها لوزين مثلا. دونك هذا هو المبدا. زاد ال هذه زاد تاع لا لين، وهذه الزاد تاع لا شارج اللي راهي تكونسومي تريسيتي ريالمون. دونك لي مادام لي تروا امبيدونس راهم ايدونتيك دونك خلاص، دونك عندي سيستم ايكيليبري. ورماركي بلي زاد ال زاد سي سون اون سيري. علاش اون سيري؟ على جال لو كورون اي ا مثلا ولا اي ان يمشي فيهم لو ميم كورون، و دو امبيدونس يمشي فيهم لو ميم كورون، معناها راهم اون سيري. لو كان كانوا لي دو امبيدونس اون باراليل ما يمشيش فيهم لو ميم كورون، راجل كاين تفرع. دونك مادام راه يمشي لو ميم كورون دونك راهم اون سيري. كي يكونوا اون سيري نقدر نجمعهم فاسيلمون وتجمع اعداد مركبه. دونك تجمع 5 بلس 10 تعطي لك 15، وموان 2 بلس 8 تعطي لك بلس 6. هذه لا فورم الجبريك وهذه لا فورم تريغونوميتريك. هذا لو مودول معناه 15 او كاري بلس 6 او كاري بلا راسين. والارغومون هو لارك طونجون تاع لا بارتي ايماجينير على لا بارتي ريال. دونك رانا خرجنا الامبيدونس، نقدر فاسيلمون نطبق لا لوا دون باش نحسب لو كورون على جال هذا لا طونسيون هذه. هذا لا طونسيون هذه هاو النوتر جماعه. دقيقه ندير ستيلو باش تفهموني مليح. هاو لو بوان نوتر تاعي، هذا هو البوان نوتر. دونك هذه كامل واش تمثل؟ هذه في ا ولا في ا. هكذا كي طبق لا لوا دون هي لا طونسيون sur l'impédance. على جال عندك نورمالمون في ا تساوي اون رياليتي لي دو امبيدونس هادو لي هما زد ال بلس زد سي لي هي زد ديراكتومون فوا لو كورون اي ا. دونك تقدر تخرج لو كورون تاعك راح يساوي في سور زد. هنا في ا هادي ال واش رانا كاتبين الفوق. دونك فاصي هنا هنايا بنفس الطريقة، بنفس الطريقة نخرج لو كورون اي بي ونخرج لو كورون ايسي. هنا رانا نديرو غير يعني جمع وقسمة تاع عدد مركبة. نبهكم برك بلي هنا كيفاش درنا القسمة، مثلا القسمة سو فورم تريغونوميتريك دي نومبر كومبلكس هي واش دير؟ موديول سور موديول. دونك عندك 110 سور 16.15 تعطي لك 6.8، وعندك ارغيومون موان ارغيومون. دونك تجيك 0 موان 21 تجينا موان 21، وهنا موان 120 موان 21، وهنا عندك 0 موان 21، وهنا دائما 110 سور 16. شوفوا معايا عندهم نفس لامبليتود، لي تروا كورون عندهم نفس لافور افيكاس بصح ما عندهمش لو ميم ديفازاج. وهذا دوفار افير يقول لك سوا جينيراتور تريفازي كيليبري كونيكتي اون ايتوال افيك اون امبيدونس دو 0.4 بلس جي 0.3 بار فاز اي كونيكتي ا اون شارج كيليبري كونيكتي اون ايتوال افيك اون امبيدونس دو 24 بلس جي 19 بار فاز. La ligne joignant le générateur et la charge a une impédance de 0,6 plus G0,7 par phase en supposant une séquence positive pour les tensions sources, trouver les tensions réseau et les courants secteurs. Donc, on va bien inchallah dire ou t'attendre le jawab t'bathouli par mail inchallah باش نشوف انا واش استوعبتو واش ما استوعبتوش. والدفور ماشي بالسيف يديروه غير اللي عم يقراو عندي، حتى اللي مثلا كاين ناس تشوف الفيديو ما هي ما تقراش عندي،
تشارك باش نعرف انا الناس اللي تفهم وتساعدني باش نعرف النقاط الغامضة. وكي نعرف النقاط الغامضة راح نعطي لها وقت اكثر، ولا نرجع لها فيديو وحدها ونشرحها. ممكن كاش نهار نلخص كاع النقاط الغامضة وندير لها فيديو وحدها ان شاء الله. دونك نحبس هنايا. دونك شفنا لا بروميير بارتي اللي هو لو كوبلاج ايتوال، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله نشوفو لو كوبلاج تريونغل. اذا الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.